في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل المقصود بها الطهارة من الجنابة؟ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. قالوا هذا فيه دلالة إشارة إلى أن الآدميين كذلك، لا يمس القرآن إلا المطهرون. وفيه الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.